تقولين من صح كلامش، بس احنا اعطينا يعني على قولتهم بعد نفضح ليش تسرارة. لأنه أضعف واحد فيهم. لا أنا ما أقدر أقول لك إن هذا أفضل لو هذا أفضل. ما في أسباب، عشان كذي أقول لك خطوة رقم واحد تجاوزناها، خطوة رقم اثنين شنو؟ محاولات من قبل ليجندري لانج وزميران من وسط الجيان وأين ستار مع فارس دينيومان، ومن الجانب الآخر لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن. سواها وايد زين على أن احنا نشوفها في هاي المراكز، تستحق أنها هي تكون دائما في مراكز أحسن. يمكن أنا أقول لك خصاني زين وجوار. عادي يعني أنا عادي. في حساسية الموضوع ما أقدر أنا أتكلم فيه. يمكن يوسف طاهر ولا والله ما نتفاجئ. See she refused my interview. You don't need hearing. ولا اعتذار. ما اقدر اقول لك اي شيء. لا تقدر. شنو المرات اللي ينفع فيها والمرات اللي ما يكون لها لازمه ولا مكان؟ والله لا تساليني هسه. ممكن تعتذر عن كلمه قلتها؟ اعتذر يعني عن خطا سويته وصار؟ اعتذر يعني عن مسؤوليه ما قدرت تتحملها؟ لا لا لا، من اللي قال لك؟ لا لا، عن قرار لازم هو في سبب، بس عاد لازم نكتشف السبب. عن تصرف بالضبط، بس لازم بعد واحد يدور. بس اذا كررت كل شيء مثل اول مره غلطت شاطر بألف حزتها. في شنو ينفع الاعتذار؟ في كانت فرصه وبالعكس تكرار الخطأ نفسه مره ومرتين وثلاث، يعني ما ادري شنو السبب. استصغار لنفسك قبل لا يكون للناس. والله ايش اقول لك يعني لا. لا تعتذر عن شيء ما كان لازم يصير من الاساس. ما في شيء يعني بالعكس. ولا تحمل غيرك مسؤولية شيء ما حد لازم يتحمله الا انت. وانتهى الكلام. حتى الآن متواصل مع فتاك. شفتوا هشام يقص علينا عيل. غلطة الشاطر بألف، غلطة جابر بألف، اليوم غلطة علي جانب بألف. سوون له قصص بالذات هنا في البحرين. يحبون الأشعة في نادي راشد. يعني. والله العظيم. كلنا متوقعين لان الشوط بيكون يعني مثل ما تقول على طبق من ذهب حق جيمي اسي وقدم السوطي، لكن شنو
في أحد توقع هذا اللي بيصير؟ في أحد توقع متوكلة؟ مع مبتدئ مع الفارس عدنان جعفر بينما انطلق من وسط الجياد هنالك والسفول مع الفارس أندرو إليت ومن الجانب الآخر انطلاقة فيفت فليت بشعار MKR ريسينج مع جوجو ومن الجانب الآخر أيضا انطلاقة جميع سي مع الفارس أعلن أيها المتابعون الكرام هنالك فيفت فليت مع جوجو ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة أيضا جميع سي مع الفارس بيلدنت ومن جانب زياد رايسينج مون مع مارتن سدل فأعلن أيها المتابعون الكرام وأيضا المتوكلة قادمة بقوة لاتزاع هذا الشو إذا المتوكلة مفاجأة يعني شو؟ إيه مفاجأة. العيار الثقيل يقول منصور. مفاجأة من العيار الثقيل صح؟ إيه. متوكلة؟ شو تضحك مفاجأة؟ صراحة مفاجأة. على إن في متوقعينها في الاسطبل نصايرة تمارينها ممتازة. الفارس إبراهيم نادر قال عنها في آخر شوط إنها تبغي أبعد. لا قلنا للنهاية شوي لازم نسوي عليها تجارب. الحمد لله ربطنا لسانها. إيه. تغيرت الفرس يعني عطتنا شغل زين طمنت الخير. ولو انه كان في صار لها بعد الاكسيدنت في ساحه السراج مشيتها مرتين في محل السراج. شنو سويت؟ مشيتها مرتين من قلب ما شاء الله عليها متنفرزه من الربطه كل ما نبغى نربطها تشيل الجندل يعني ما شاء الله عليها هاي طاحت وسويت كذي ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين صح؟ الحمد لله يعني كنا حتى يعني اللي هو اخوي يقول لي انت كذي كان شلتها قلت له شغلها زين حرام يعني الحمد لله ابراهيم نادر كان خطير معاها ترى في اخر لحظه شفت شلون في اخر ثانيه بس ما كان نصيب اصلا ابراهيم نادر انه يركبها اي ما صار ان انس ما جاء وابراهيم نادر ركبها بس وما احس يعني وجود انس معاها فرق بس ليش انس مايا؟ ما ادري بس ما كلمكم ولا اعتذر؟ يمكن يوسف طاهر ولا والله ما انا تفاجأت يوم الجمعه انه مو بياي؟ انه مو بياي ولا كلمكم؟ عين ما خبركم؟ مازن يوم راح يبغى ياخذ السرت الا يقول لي ترى انس مو هنا ما بيجي انت من قال لك ان انس مو بياي؟ ميزان غريبة يعني ما اعتذر وهو متفق وياكم إيه ولا اتصال ولا شيء ما تعرف ليش؟ كلش؟ كلش والله العظيم لو في شيء بتكلم أي عادي والله العظيم انت بعد ما تعرف؟ والله ما يمكن يوسف طاهر يعني يدري ليش ما يدري شنو السبب أنس اليوم طويل عمره طيارة طارت عنه فما قدر يجي فاعتذر المفروض يوصل 8:30 البحر يصير والله الاشاعات تقول شيء ثاني عاد انت تعرف الاشاعات على يوسف طاهر شو تسوي ازعلت منهم يعني متعه الناس الاشاعات على يوسف طاهر ما عندنا نسولف الا يوسف طاهر وأرس ما عليك منهم كله اهرار الاشاعات تعرف شو تقول يعني سمعتها ولا لا؟ لا ما سمعتها ما سمعتها؟ الاشاعات تقول ان يوسف طاهر تضايق ان انس يركب حق احد غيره فقال له والله يا انس شلون تركب عند فلان وفلان وفلان فانس قام تضايق وقال انا مو بياي لما جيت انا عمان ما وحيت على الطياره ما وحيت على طياره مره ثانيه على الطيران اللي هي انا مسوي حاجز عليها فراحت الطياره وانا اسف كثير طارت الطياره عاد كثير يعني ادري هالموضوع يضايق لكن صدقني والله ما بيدي شيء أسوي يعني رغم إني حاجز مبلغ كبير يعني هذا تذكرة يعني وطلب السموحة منك واعتذر لي كل المدربين هناك اعتذر لي كثير فهو قال لك أنت تخبر المدربين إنه ما بيجون لأن هم متفاجئين إن اليوم هو ما حد يعني ما طيب راح تعمل شيء ما يقدر يسوي يقدر يسوي شيء ما يقدر الحين مو بموضوعنا نرجع ونقول في أحد توقع متوكلة تفوز؟ ما حد كان متوقع متوكلة لكن قدمت مستوى كلش كان يعني يليق يمكن النحس لازال متابع جليل الملاح ويا جيمي أسي ممكن هذا الحصان ما له حظ يعني تشوفه كم من مرة يتجه حق الفوز
وطبون عليه في الأمتار الأخيرة. وعشان كذي كان ودي أسمع رأي جليل شنو كان لازم يصير حق نشوف جيمي أسي يفوز. كان البلان مع جليل ملاح إنه يطلع روزفلت قدام يسوي الشوت سريع ويقعد معه، لكن لسبب ما مع الدكتور تم سحب الحصان وتبعثرت الخطة جليل ملاح. مثل ما تبعثرت وتبخرت أحلام سمير مع برودواي ستريت اللي كانت قبل الشوط. تمنيت إن اليوم المسافة 1200 متر مستقيم؟ لا. ليش لا؟ 1400 أحسن. مجرد البن. لأن أشوف البن يشتغل أحسن من السيدة. التمارين. إيه. إن شاء الله. يعني اليوم نغتر بالمركز الثاني اللي يابا ولا لا؟ إن شاء الله اليوم. طال خير إن شاء الله. بس إذا كان مثل كل مرة خاصة آخر ريس كان. حتى مو راضي يروح البوكس يعني وصل البوكس الحصان مخلص الردي، فإذا كان هادئ اليوم راح يفوز، بس إذا كان نفس آخر ريس لا لازم ما يغرنا المركز الثاني. هو والله اللي سمعت أنهم طالبين من الستيوارد أنه دايركت تودونه يعني بدون جوكي، والستيوارد مو موافقين، فهالسبب اللي يخلي الحصان يخسر. أوكي جفت الجواب اللي نبيه. وبالضبط نفس الكلام سمعته من حسين مكي بعد السباق. المدرب يحاول وياه يعني جد سمير وعيدة. سمير من غير فيه في التمارين وايد، الحصان عنده مستوى مو طبيعي، بس في التمارين مشكلة هني مخف. ما كان في أي مجال إن أنت تتصرف معه اليوم، لأنه هو اللي يعني مزوجه تحكم فيه في السباق، مع إنه يعني ترى اليوم اليوم جاهزيته مو أوكي. صدق اليوم جاهزيته مو أوكي. أي وين التمارين والعفسة كل حصان يعني فيه خيل ما ترضى تتمرن. انت سامع عن تمارينه هاي الاسبوع؟ يعني ترى ايه سمير كان داش بقلب قوي ايه ان اليوم يعني برودواي ستريت بيأدي اداء خيالي. كل مدرب يتمنى له حصانه، ما في مدرب بيقول لك حصانه بيخسر. ولا اظن لو سالت عبد الله الكويتي عن ويس سوفليك قبل السباق بيقول انه بيخسر، خصوصا ويس سوفليك انا اتوقع انه هو المرشح الاول، بس الحين العذر اكيد بيكون جاهز عنده. مصاب لا يبي له ابعد 2000 الصوره. عيل يعني ليش اخترت هاي المسافه؟ غلط قلنا الميدان خلي. قلت ميدان وقلت الخيل مشكوك في امرها يمكن ما تأدي، فمكانه مفروض يكون زين. ومكان فيفث فليت انه يكون ثالث يعتبر زين بعد. هو يعني البيديجري الابو مال بعيد، عرفتي يعني 1004 لو يركب 2004 ولا يعني بنشوف شو يصير. كله بنشوف شو يصير. إيه أكيد بنشوف. نقدر نقول إنه شوط مفتوح. توازن ومفتوح. هو الشوط أساساً هانديكاب، بس في نفس الوقت ما نقدر نقول مفتوح والكل له فرصة. مثلاً في أحد بيقول دوسك بيفوز. دوسك ما نقدر نستبعده، خصوصاً إن في الأسبوع الأول اللي شارك فيه الانطلاقة كانت إليه جداً خاطئة وتأخر. شوف حصان طيب يركض في دبي من أحسن ما يكون راكض غالب في ميدان. أتوقع اليوم بيبين على مستوى يظهر إذا انطلق وتوفق في الانطلاقة. بس حتى إذا توفق في الانطلاقة بيقدر على من؟ الخيل كلهم أقوى منه، بس إحنا نبي نقيسه، نبي نكتشف الحصان. ولندن لوك عارفينه وكاشفينه، وعلى هالأساس قلت يعني لندن لوك بالذات من الخيل اللي لازم بالضبط تنتقي له الشوط اللي صج يقدر يفوز فيه، وما أعتقد إن هاي الشوط هو هذا هو. مش قلت ليش أنا من قبل قايل ليش الحصان يبغي له دريول، متى ما الدريو المشي صح يوصل لبر الأمان. عدل لولا قلت ليش لولا؟ قلت ليش ذيك المرة لولا؟ إيه من عاجل اليوم؟ هذا هو لا، هذه يعني هذا ثاني مرة يركب الحصان جوك منه. والحين هو يعني ما يشغل إلا مرة في الأسبوع، يعني اليوم الأربعاء بس. يحتاج وقت يتعرف عليه. لازم يتعرف عليه. And they're off and racing. انطلق الشوط الخامس من مسافة 1000 متر على كأس هيئة رعاية الشؤون الخيل من مسافة. الشوط واضح بيكون سريع، وإذا بنرشح أتوقع بنقول. وباور ترين وفيرست إديشن صعبين يعني. صعبين في الشوط. منهم يطلع قدام؟ ولا واحد؟ يمكن فيرست إديشن أتوقع.
فيرست إديشن. فيرست إديشن فعلاً طلع جداً، بس هل بيكون أفضل من باور ترين؟ فيرست إديشن أول مشاركة يملك كلاس ويقدر يستطيع أنه يتغلب على الخيل. باي فولغ المسافة القصيرة التي لا تتحمل الأخطاء في انطلاقة فيرست إديشن هو الذي يقود هذا الشو. صان عنده سرعة لما كان في بريطانيا كان تصنيف 101، فإذا هو نفسه بالضبط اللي شفناه بنشوفه هني. ما في شيء يمنع أن لازم يكون حتى يعني مكانه قبل باور ترين صح؟ إيه بالضبط، يعني ما في شيء يمنع أنه يكون نفس الحصان اللي تشوفينه في بريطانيا، يعني ما في شيء يمنع. إذا على ريس الركورد ماله يؤدي اليوم المفروض ما حد يقدر ينافسه. ترين يلحق به ثانيا مبادل مع الفارس بادي ماترز، باور ترين في المركز الثالث بينما المركز الرابع يتواجد تينار دور. أنت واثق من أوشن ستار ولا إبراهيم واثق؟ لا أنا ولا إبراهيم. ولا أنت ولا إبراهيم واثقين؟ ليش؟ طبعاً اثبتت لأن السنة أن هي عندها إمكانيات قوية عقب السباقين اللي قدمتهم انتصارين رائعين، بس اليوم أول مرة تروح ويا خيل بهالنوعية، يعني كانت تركض كلها ويا ثلاث سنوات، فهذا الحين الامتحان لها بهذا الشوط، يعني دايات قدمت معناتها أن فرس طيبة وتقدر تنافس الخيل الجروب يعني. الخامس والمركز السادس لندن لوك، وأيضاً لدينا تأخر لي أيضاً الجوال. هل تحسون تينار ممكن يفوز؟ اتوقع من المراكز الاول او الثاني. انا اتوقع هي. اوكي بعد انا اقول لا. انت تقولين من ثالث. انت تقولين من باور ترين فيرست اديشن يمكن ادخل في البليس مبادل. مبادل مشكله الحصان هاي ثالث سباق وثلاث سنوات وحصان راح سواق تاف لا تنسين ويا السيريس ذاك الاسبوع. انا ما كان سهل عليه بعد ذاك السباق، خلينا نقول كان في قفزه شوي من رايح يا خيل ميدان وبعدين، بس كان شوط هانديكاب يعني في الاخير، يعني هذاك الشوط على سمعته وهذا، بس يظل انه هو شوط تصنيف صح. حاله من حال الاشواط اللي عندنا هني. ما عليه، انت مبادل وانا تينا، من شو من يفوز؟ حلو؟ اوكي راضيين؟ هو اول على ترتيب اللي طوف الثاني. اي اوكي. أوشن ستار لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع فيرست إديشن مع الفارس تشارلز بيشوب من وسط الجياد، هنالك انطلاقات أوشن ستار مع الفارس لينيومان ومن الجانب الآخر باور ترين، لكن فيرست إديشن بأول ظهور له في مملكة البحرين ينتزع صدارة الشوط الخامس بكل سهولة وريحية مع الفارس تشارلز بيشوب. أوشن ستار في المركز الثاني، المركز الثالث تينار. أول انتصار من أول مشاركة لفريق الموريات. فيرست إديشن اعتقد اداء جدا قوي، اتوقع له مستقبل. ايه خلاص هذه عندك كلاس يروح الجروب دي الحصان، اي على الريس الريكورد اللي انت تقولينه شفتيه. إيه. انا شايفه كذا مره، بس لازم نشوفه هني عشان نحكم عنه صح ولا لا. الحين شفناه هني خلاص. قبل لا هو يسابق سيد الحصان وضع اسمه حبيب الله يهداه، لا يعرف يقيم خيل ولا يعرف شيء. ليش يا حبيب؟ شوف الحصان كان في ساحه العرض يا حبيب، قال لا بينقلب اليوم. شلون ينقلب؟ حصان هناك جاي رابع الاستد ولا ثاني الاستد في السنتين. حصان يركض يعني كله في جروبات. ريته وصل 101. وصل 101. تجي ساحة العرض تشوفه يقول حق الخيل ترى انا بطقكم وبامشي. ينطلق من الباب ما يقول له شيء. الجوكي قال له بس روح، يقول له هدني، هذاك يصوت عليه يقول له هدني بروح هدا يا قلب. احسه يقول يبي اقوى خيل في المنطقة. وجهة نظري الحصان يبي اقوى خيل موجود سبرنتر في البحرين. اختبار اللي اليه الحصان هذا انه يكون ويا اقوى خيل سبرنتر موجودين في النادي. كل ما قلنا هذا بيسيطر طلع علينا الحصان، ما اعرف ايش نسوي يعني. لا ما شاء الله شيخ عيسى حسنا مجدج صح. كنا نتكلم عن الناقة وعن نقوة الخيل. نقوة الخيل الصراحة عندهم يعني عندهم ناظرة. مجموعة ذلين عندهم ناظرة في الخيل ما شاء الله. بس الصراحة ذي الحصان سبرنت؟ لا لا. احنا ذيك المرة قلنا رفاع وندر. أنا للحين مصر على رفاع وندر، بس يوم شفت اليوم ذي تغير رأيي. لا ما يقدر. لا لا لا. غير ذي أعرفهم كلهم اليوم. بس غير ذي الحصان لا ما شاء الله، الله يبارك لهم فيه، بعد يقولون طقيتهم بعين، هذا هو حصانهم كان موجود. إن شاء الله هذا الحصان صعب. باور ترين اليوم إيش صار معه خارج الميزان؟ خارج الميزان. باور ترين.
أداء سيء اليوم. إيه ما توقعته صراحة يعني. ما أدري شنو السبب ما أدري. I haven't seen the replay, so I can't comment. But Powertrain is not a bad horse, and don't dismiss him. أنا Powertrain من زمان كذي يقدم شوط وشوط يتراجع. إحنا متعودين عليه يطلع قدام. اليوم First Edition ما عطاهم فرصة إنهم أحد يروح داخل الليد قبله. الحصان سوى بيس إليه. فهذا أهم سبب خسارة Powertrain. هو شنو اللي صار؟ هو ألين قال لي إن أنت حاول ما تتعاصر يا الحصان. مكان اللي يكون مرتاح فيه يكون. حس لو بغى يمشي قدام خلي يمشي يعني. فدام إن حصاننا ماشي قدام وإحنا في فريق واحد ما يصير أنا أروح أتحارب وياه. فأتوقع اللي ضار الحصان إن أنا قعدت ورا عشان إني ما أضايق الحصان فيرست إديشن. وهذه السبب يعني سبب الخسارة المفروض. لو كنت أنا شوي مجدم أو أنا ما أخذ الليد كان بيكون أداء أفضل. فهاي اللي صار حزت السباق. أتوقع. أنا ما سمعت أوردر Charlie. We had no plan really, but he jumped well from the stalls. He's shown speed in the UK, so I wasn't afraid of making the running, but they gave me a very easy lead. No one took me on for the pace, and I was able to sit and wait as long as I wanted. And when I kicked, I feel yeah that they let me control the race in the front, and that probably reflects on the style he's won. وما أعرف إذا كان تشارلي أصلاً كان واثق من الاختيار قبل السباق. أتوقع إنه كان الاختيار الأول للفارس الأول وعرف يختار أي حصان في استابل ديون. Sure, yeah. Powertrain did the same what, 3 weeks ago, so and the very same sort of race. They left me alone in the front, and he did the same. But it was hard, and Alan and Shikisa, and obviously it's a new syndicate, so it's brilliant for them. These guys, we need people like this in racing, so hopefully they're going to get more horses now. But yeah, it was a hard decision. It wasn't easy, but thankfully it was the right decision. قرار تشارلي كان صح في الاختيار, بس هل قرار محمد سعيد صح مع أوشن ستار أنها تشارك في مثل هالأشواط رغم أنها يات ثاني؟ وين الأشواط؟ فرس ريست 90, وين نركضها؟ 0-90 بتشيل التوب ويت. أعرف بس يعني أحس أوشن ستار مستواها وايد زين على إن إحنا نشوفها في هاي المراكز. تستحق إن هي تكون دائما في مراكز أحسن. أوشن ستار كانت سوبر ستار. يعني خلينا نتكلم فرس اليوم راحت ليفل ثاني بعد بينت مركز ثاني, يعني ما في أي كلام عليها. بالضبط بس لازم بعد واحد يدور الشوط المناسب. وين الشوط المناسب؟ يعني تدرين بهالريت صعبة يعني, وفرس صغيرة ما تحمل الوزن الزايد. وتينار يا ثالث وخسرني الرهان, بس معقولة مبادل كذي يكون مستواه؟ ساعات في خيل تي تغلب بعيد, بس رجع حق اللي وراها ثاني ثالث شنو من؟ عندها شنو ميدان إذا كل يوم مبادل غلب من حصان سمير شنو يومي ثاني ما أتذكر بالضبط حصان سمير إيه؟ اليوم وين حصان سمير فرق لا ميدان يختلف صح هذا خيل جروب يعني تينور سوى زين مقارنة بالخيل الموجودة. لا زين مكانه قلت لك أنا ثالث ثاني مكانه هذا ولندن لوك مركز رابع بعد هذه مكانه شوف لندن لوك المراكز ثالث ثاني ثالث رابع يقدر عليها مركز اول شويه يعني اقول تقدم في العمر هذا يعني لازم نروح ليفل اقل صح سلاميش بس احنا اعطينا يعني انا قلتهم بعد نفضح ليش الاسرار يعني اعطينا حق الاسبوع الجاي عشان نقدر نشارك بالاسبوع الجاي ان الهندكاب اعطينا اياه الخيل الكبار شلون ندخله ما في الا هذا الشيء عشان ينزل شوي عشان نقدر نشارك به شلون الشاركين به؟ لازم إذا يبي يغلب إذا ما يبي يغلب بس خليه يقعد ويادري يبي يقعد ثالث ثاني خليه يلقط على الصالة زين على الصالة زين روف اند ريسنج انطلق الشوط السادس على كاس ابراهيم بن سعد الرميحي من مسافه الميل 1600 متر بمشاركه 12 من الجياد المستورده الثيربريد تصنيف من 0 الى 90 هالشوط تقريبا حاله حال اشواط الترف سيريس بس اللي يفرق ان نعرف مستوى الكل ونعرف كل حصان ومسافته وعلى هالاساس كنت اقول لعلي جان تحس الزمران المسافه مناسبه عطني ايه او لا المسافة فايز اللي عام نفس المسافة ما أعرف يعني هو يفضل 1800 ترى ولا فايز ال 1600 بس اليوم أول ريس إذا لياقتي كفاية بيكون زين في الشوط إذا لياقتي مو كفاية في يستفيد من الريس يعني أنا في ال 1800 وفي ال 1600 أشوف زمران إيه
الفوسيت شو؟ ما ندري، يعيد السباق الأخير، إذا عاد السباق راح يغلب أو يكون في المنافسة. مفروض يكون زين. مفروض يكون زين بين هالخيل. إيه. صح؟ رودريغيز بالمركز الثاني لجينري لانش مع الفارس ليليومان. وهل جبر بيكون زين مع هالخيل رغم فوز الأخير في نفس المسافة؟ مستوى الخيل يختلف. اللي كان غالب وهو شنو؟ من 0 ل 70 ممكن. اليوم يختلف الشوط. من 0 ل 90. اختلاف كلي. اعرف بس يعني ترى يعني 75 مو سيء. اقول لك لا. في ناس يستضعفون بعد هالريتات لا. يقول لك راكض يا ريتات عالية، ريتات 90. هو انزلهم فيهم. والباقي على الله. ترشح من؟ أنا لبيا برشح فال بحصاني. ما راح أرشح يكون في الثلاثة الأوائل. مستوى الخيل يختلف. كلام الناس، أنا إحنا بسمع كلامك. كلامي أتمنى حصاني أغلب. أنا أتمنى الحصاني. كل واحد يتمنى الحصان، كل مدرب يتمنى. زين الحين أنت قاعد تقول لي تتمنى جبر يغلب، أوكي؟ ايه؟ قل لي أنا أقول لك إن جبر عنده فرصة يغلب اليوم لأنه 1 2 3. عطني يعني اشياء اقدر اصنف فيها. لا بس لا ما اقدر احلم تتعلمين بالغيب. لا انت قاعد تعطيني كاني انا اعلم فيهم انه لا يعني عطني اسباب اقدر اصنفك فيها على جبر انه ممكن يكون له فرصه اليوم. يمكن ما تدري شنو الاسباب. ما في اسباب يعني بقول لك لا بستبعد جبر. بس الارض الخضره تحكم. جبر وساندي ماس باخر الجياد. نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع ذا امبرور ودن مع الفارس الاوروغواياني يدنسون رودريغيز يلحق به ثاني. سولر فلير مفروض كان مع انس بس الحين مع حسن الصفار، ما اعرف اذا كان بيفرق. انت كنت مختار مع انس، يعني انا اقدر اقول ان انت يعني شوي ناوي على الفوز ولا صعب؟ والله مع ان اخر مره ركزت على الحصان مو سيء كان، بس انحكر بالريد ما اقدر يضل. والوزن اليوم بعد في صالحه. انا رشح حصاني يعني ثاني ثالث اول. اختار لي بس اسم من الموجودين تقول لي ان سولر فلير احسن منه. لانه اضعف واحد فيهم. لا جبر؟ اي لا في الفضائيات هو بس مو ويا هالخيل. يعني عندنا خيل زيزيني راكضه الاسبوع الماضي في السيريز قدمت مستوى طيب، المفروض هي اليوم اللي تكون اول ثاني. بس زيزيني لا تنسى ان ثالث سباق لها مع الفارس لينيومان. والعقير من جانب السياج في المركز الثالث، يوسيني رابعا، زيزينيا في العوايدكم تسوون هاللون في زيزينيا. ثلاث سباقات ورا بعض يعني. والله زيزينيا مشكلة زيزينيا مع الهندي كابر. زين لا راضي ينزلها ولا راضي رفعها. معلقة زيزينيا. ايه معلقة اي تفري. يعني لا يرفعها ولا ينزلها. فانت اليوم تبي تنزلها؟ لا داشة تنافس. ليش تنزل؟ ما ادري وايد على زيزينيا احس. لا فرز عندها مستوى ما عندها اي مشكلة. في واجد جماهير اليوم رشحين زيزينيا بس ما ادري انا ما عندي احساس عليها يعني. راكب يا كل الخير تقريبا وغالبتهم. عطني اسمين تقدر عليهم اليوم بس اسمين. والله هاي سباق ما في تقدر على مين وما تقدر على مين، بس كمستواها مستوى هالخيل يعني راكضه مع اغلب الخيل راكضه يعني. فاليوم المفروض زيزينيا تكون احسن من الكل يعني وياهم يعني المفروض تنافس يعني كلهم هانديكاب ريس كلهم نفس المستوى. مارتين سيدل هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه. خلني من زيزينيا احب اقول لهم ما تعبت زيزينيا، خلني في برنس الزام. بس قول لي اليوم لان شلنا الهود ممكن فعلا اليوم برنس الزام يكون بشكل غير اللي شفناه عنه اخر مره. الحصان ما شفنا قاعد يؤدي في المستوى يعني ما شفنا منه نتيجه طيبه يعني هالموسم، حتى الموسم اللي راح ما شفنا نتيجة تأهله حق المنافسة يعني. زين شوف احنا بنشوفه اذا اليوم بيكون صاحي او لا. اوكي حصان صاحي. اي صاحي حصان صاحي. لا صاحي يعني نشيط. اوكي wake على قولة علي جون. زين happy and sound وكل شيء اوكي. بنشوف اذا الحصان اليوم بدون الهود اموره زينة زائد بدون نيل هل بتكون اموره زينة اليوم ولا لا؟ ان شاء الله
قولي ان شاء الله. هنا انطلق ايضا يوسيني مع الفارس ديفيد ايجل ومن الجانب الاخر. اهم من اللي تشوفونه ترشحون من؟ انا بروح مع زيزينيا او يوسيني. من قبل ليجندري لانج وزميران من وسط الجيال وايضا زيزينيا، اذا يوسيني هو الذي يقود هذا الشو، والمحاولات قائمه ايضا من قبل زيزينيا وزميران، لكن يوسيني يطير الى كاز ابراهيم بن سعد الرماعي. اذا يوسيني هو بطل الشو السادس، المركز الثاني زيزينيا، وقول باذن الله المركز الثالث والمركز الرابع زميران. يوسيني يفوز، ما بنقول مفاجأة، بس يفوز وهو مرتاح. لازم بنقول مفاجأة عند ناس وناس، اللي يعرف الحصان ومستوى الحصان وكلاس الحصان ما عنده مفاجأة. شنو نقول عن يوسيني اليوم؟ مبروك. غير مبروك، أحس يستاهل اليوم نقول عنه وايد أشياء، خصوصاً أنه هو اليوم طاف خيل المفروض كانت تأدي و يعني طاف زيزيني. قلت لك قبل الشوط بينهم بين يوسيني وزيزينيا، الفرق ان زيزينيا راكض ثلاث اسابيع ورا بعض، وهذا ركض هذاك الاسبوع في السيريس، كان دخول قوي ويا زيزينيا يعني في الشوط. اليوم شفنا اختلاف الجوكي، هذاك الاسبوع كان عليه حسين مكي، اليوم عليه ديفيد ايجن، هذا فرق يعني. توقع يوسيني اليوم كان في مكانه فاز، هاي المكان الصح اللي. هاي مكان الصح تقصد بين هاي الخيل؟ يعني اليوم عقب هاي السباق أنا أقدر أقول إن يوسيني أفضل من زيزينيا، مو بس في هاي السباق، حتى في السباقات الجاية. إن شاء الله. معصب ليش؟ يوسيني ما كانت بتقدر تطوف يوسيني، لو شنو سوى؟ لا آخر ريف طايفته. فشنو هو سوى غلط؟ لا ما غلط، فرز زين. الحين سمعته بأذوني يقول قايلين لي هاللون هاللون. خطأ لش هو ما سوى عدل. شنو كان المفروض يسوي وما سوى؟ شوي قاعد ورا أنا بشوي قدام. She's always ridden from behind. She doesn't go forward. That's her. She likes passing horses. So I'm. كان لازم يكون ورا من؟ هو الثالث. شذي ورا وايد. يعني قايل شوي يكون number three or number four قدام. كان المفروض يكون ثالث. No, they never said third. I think you're listening to different conversation. No, it's the same. No. Believe me. They didn't want me to sit third. She never sits third. بس زيزينيا اليوم أجواءها جدا مو بسيء على الرغم من إنه هاي ثالث سباق. لا خيول وياه بعد خيول. أهنيها على هاي الأجواء. وسولار فلير صج طاف جبر، بس الاثنين مركزهم في الأخير. الله هو كل مدرب، وإحنا ما نقدر نتدخل في يعني قراراته، لكن هو المفروض إنه ما كان يدش في نيشو. مفروض يعني مثل ما قلت لك حصان غالب 0.75 وسيدي ايش قاعد 0.90 شوي صعبه يعني. اوكي يمكن هو يقدر 0.90 بس مو تشكحينه من 75 ل 90. اوكي يغلب ال 75 يغلب ال 80 يغلب ال 85 ويروح ال 90. اذا مكاك ياخذ موقع النهائي، وايضا بول دوغلاس في البوابه رقم 1 ياخذ موقع النهائي. شوط فيه مكاك، فيه بورت دوغلاس، وفيه أسماء أكيد بنذكرهم لما نذكر هالاثنين. مكاك بورت دوغلاس، يعني على حكم السباقات الماضية مكاك يقدم سبوعين على رأس، يعني يقدم سباق، بس اليوم ما تدري يعني أقول لك شوط يعني قد ما هن يكون خفيف طوارق، يعني لو يركض بالكلاس ماله اللي جاي فيه من برا حصان بيغلبهم، بس هل بيكون في كامل جهوزيته؟ هذا الشيء اللي ما يعني الكل ما يعرفه. اتمنى انه يفوز، بس يمكن انا احب مكاك اكثر. اعرف بس بعد يعني شوف طوارق اول مشاركه مسافه مفروض اوكي، اخر سباق شفناه لا مو بهني، بس يقول لنا انه ممكن يأدي وايد زين. ان شاء الله بالعكس ننتظر منه يعني استحقاقات قادمه. مكاك بعد صاحبه على تصنيف ينخاف منه. لا راح قدام الشوط بيكون في صالحه وما حد بيقدر عليه. نمبر 8 لروف اند ريسينج انطلق الشوط الثامن على كاس الحواج من مسافه 2000 متر، سباق توازن من 0 الى 95
للجيادة المستوردة لعمر 3 سنوات وما فوق ينطلق بانطلاقة مكاكا مع الفارس حسين مكي بالكاف الأحمر من يقود هذا الشوط من البداية. يمكن صعب من البداية نقول أن مكاك بياخذ الشوط. لا في خيل إياهم. عطني واحد اسم واحد. شوف بورت دوغلاس. شوف أنا سألته قلت له كالدونيال ولا بورت دوغلاس؟ قال أكيد كالدونيال. لازم بعد حصانه لازم يرشح حصانه. خلونا من حصان من خلونا فيه. ما في سباق خيل ما في ما في أهل رفيق أخوه ما في. هذا ما هذا ما أعرفه. إيه أنا نفس الشيء. فبورت دوغلاس ولا كالدونيال؟ كالدونيال كروسيدر هذا حصان شوي يعني مو ثابت. عنده حصان عنده مستوى بس مو ثابت. أما يسوي إذا يغلب اليوم أنا أعتبرها مفاجأة. ليش بورت دوغلاس؟ ليش هو اللي لازم اليوم مو بكالدونيال؟ عطنا أسباب نقولها حق جابر عشان مرة ثانية ما يقول كذي كالدونيال. لأن حصاني مقدم الموسم حصان جابر مفروض يمبروف يسرق. يعني بورت دوغلاس أوريدي أثبت نفسه هالموسم. كالدونيال اللي حن يحتاج وقت. بس هنديكاب الشوط يعني ما بين ما بينهم اثنينهم الشوط ترى في خيل بعد يعني في كذا راس قدامه يعني حتى لين بقول هو يغلب طوارق. لا انا قلت لك اذا يغلبون طوارق مكاك او بورت دوغلاس. اما هذا يعني كالدونيا كروسيدر يعني ما اتوقع منه انه يقدم سباق لان حصان مو ثابت اصلا. اتمنى ان ما نكون ظالمين كالدونيال بس على وعسى انا ربطت لسان اليوم بتفرق وياه. ممكن يساعدك يساعد جوكي قال لنا يا بنه انه دائما يطلع كين ما يخلص السباق فاليوم اعطينا تانك تايم عشان يخلص السباق. بالضبط يحتاج يكون اهدى لانه شوفوا مكاك وين الحين. حتى الآن الصدارة والمركز الأول مع مكاك بالكاف الأحمر من يقود هذا الشوط على كأس الحواج من مسافة. ومو بس يطلع وقاد يطلع بس يقعد. فهاي شيء ولا فاكتوس نو. صح. إيه. Sometimes he goes but he stays. So his pace. يخرب الشوط على الباقي. يخرب الشوط. إذا عندك خيل زيادة في الشوط أوكي إذا ما عندك مشكلة. مكاك يقدم سبوعين على راس. يعني يقدم سباق بس اليوم ما تدري يعني اقول لك شوط يعني قد ما هو يكون خفيف قد ما هو خطير قد ما كل ما نحاول نذكر الخيل نرجع ونعيد اسم طوارق ومكاك من جديد. بس دام ذكرنا اسم بورت دوغلاس بينهم شنو يحتاج بورت دوغلاس حق كل شيء يمشي في صالحه؟ يمشي قدام حصان جالابر يحب يمشي قدام. حصان قاعد نشوفه احنا كذا سباق يقعد ورا يجي حصان ما ينقطع عنده مستوى ما ينقطع بس حصان جالابر شلون ان الحصان بيقعد ورا. اعتقد الخطه لازم تكون ان الحصان مثلا اليوم يطلع مكاك قدام هو يطلع ثاني وراه. فينال مع الفارس حسن الصفار بينما بورت دوغلاس ياتينا في المركز الثالث من جانب السياج. يعني بورت دوغلاس لا هو قريب من مكاك ولا ثاني وراه بس بتقولون لي تو الناس لا اللي في المركز الثاني الوجنال شلون اليوم؟ ان شاء الله يركض احسن جدا. والله هذا الوجنال قدم اول شوط 9 من 9 يعني اخر راس صعب. يعني خلنا نفترض ان السباق الاول اللي راح كان تجهيز اوكي؟ فاليوم لازم نفترض شنو منه؟ نفترض يعطينا احسن ريس. يعطينا ريس احسن من اللي طاف؟ اي احسن ولا؟ يعني هذه خيل شوي عندها كلاس تملك كلاس ثابته في المضمار. يعني شوط جدا خفيف بس ما بيكون يعني في 3 روس خارج المنافسة و3 روس في المنافسة. يعني ممكن الصف يجي رابع شيء. اذا كان في البليس اكيد بنكون راضين. بس صعب عليه ينافس على اول. بس انه يغلب لا استبعد انه. صعب صعب. اذا الوجنال صعب عيل ليتيجيشن شنو؟ لا واجد بعد ابعد. تكيل شوية تروح ابعد ابعد. يعني هاي الراسين ما اتوقع منهم. هاي كلها يعني اللي نقول نعطيهم 1 والله 10% من السباق. يعني لأنه مو كلاس الخيل موجودة في المقدمة. نتاري كانت الفرس شوي استمروا باقي نحن خلنا نشيك هرني تروح أمشي تجي سؤال مغان مع الولد. لا بتجي سؤال مغان إن شاء الله خامس سادس. أكو شي قلت ليش خامس سادس يعني جات سادس بعد زين نعم بعد شو بقى نشوف مكاك يواصل
ولا لا؟ من قبل كلادونيان كروسيد مع الفارس مارتن سيدل لا تزال الصدارة حتى الآن متواصل مع مكاك، بينما انطلق أيضا هنالك طوارئ من جانب السياد والمحاولات أيضا قائمة من قبل بوردوغلاس، لكن مكاك لا زال هو الذي يقود هذا الشوط والمحاولات أيضا من قبل طوارئ. إذا مكاك يعود مرة أخرى لينتزع الشوط الختامي. إذا مكاك هو بطل الشوط الختامي. شلون أوصف مكاك؟ شلون؟ هذه حصان صج ما عندي له وصف ولا كلام. عندي كلمة. تكتيك هشام الحداد هو اللي فوز مكاك. وأقول لك شغلة. في عالم الرياضة والخيل عادة هذه الرياضة الحصان ما يغلب قد ما يغلب تفكير المدرب والفارس. المدربين الباقي اللي في الشوط أنا طول الشوط يشوفون القب قاعد يتوسع، حصان فرونت رانر تخليه على راحته يمشي قدام، انت قاعد ليش ورا؟ عبالهم بينقطع الأسبوع اللي راح راكض هو بعد. مفروض إذا هم يعرفون يعرفون أن مكاك ما بينقطع، مكاك ما عنده مشكلة في هاي الأمور بتاتاً، وعشان كذي أنا ما قلت هاي الكلام قبل الشوط. غلطة الشاطر بألف، غلطة الشاطر بألف، غلطة جابر بألف اليوم، غلطة علي جانب بألف اليوم. خيرهم كان المفروض تأدي، كان المفروض على الأقل يكونون مع المجموعة مو خلف المجموعة بهاي الأطوال. من المفترض يعني أنا كمضمر لابد وانا ما اترك هالقد مسافه يعني بين اللي هو بين انطلاقه اللي هو مكاك مع بقيه الجهات. لان اقولي بعد يوم الطارق راح قدام الناس كانوا الظاهر ينتظرون فكروا ان الطارق سوري الطارق مكاك مكاك رايح ايه؟ عشان الطوارق ايه بس لا ما كان هاي السيناريو ابدا اليوم. عيل مكاك راكض ريسه بروحه. لكان الشوط انه منعدل الشوط حق طوارق يعني المفروض يعني بس انه قعدوا الخيل الباقي كلها قاعده تنتظر الطوارق. صاني هدوا على راحته. قدر يوصل يعني ما حد ضايق ولا شيء. فكان الاوردر ان انت اليوم تسوي البيس حق طوارق. شفتوا هشام يقص علينا عيال. يوم جت طوارق مكاك رد اشتغل. هم اكثر كانوا خايفين ان اليوم مكاك ينتظر فيصير الشوط شوي ابطا فيخرب عليهم. مكاك رايح ريسه بروحه اليوم. انت حسيت ان في الاخير الطوارق حتى مع البيس اللي سواه له اياه مكاك والخدمه اللي خدمها اياها في الشوط خلاص ما كان يقدر يلحق هاي كان اخره. لو كان هو من البدايه قريب اللي هي الخيل وهو يغلب بالراحه الحصان. بس أنا من فوق اللي هو عند 1200 متر كنت أطالعهم بعيد الخيل فبالراحة ما بوصلون يعني بيوصلون لي بس مضغوطين خيل مخلصة فمشدي ما أقدر أوصل يعني يوم أوصل خلاص. لا صراحة طوارق أدى أداء حلو. لا ما شاء الله طوارق حصان زين بس شو اسمه مكاك ركض أحسن منه. خاطري أسئلة بس يعني أفكر هل هو الوقت الصح ولا لا؟ شنو اللي أنت شايفه؟ نفس اللي أنت شايفته؟ أكيد. شنو هو؟ ما يحتاج أتكلم. أنا في أشياء ترى فعلاً ما تحتاج كلام بس أشياء لا لا, لا مو, مو 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 في أمل لا هاي كلام ما أنا أقوله ولا أنت تقولي له. أنا قلت لكم في البداية الاعتذار أحياناً يكون ما له لازمة ولا مكان. أنت تحس إن أنت غلط أنا ولا لا؟ أنا ما غلط ما عندي غلط أنا معه والغلط لازم أنت تقيسه وتتصرف على أساسه بدون نقاش. أنا ذي موضوع أعتبط لي حقيقة يعني في النهاية أنت اللي بتتحمل المسؤولية مو غيرك وأنت اللي بتدفع ثمن كل الأخطاء. فالنهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.